السلام عليكم ورحمة الله، الزلف اللون. بونجور تو الموند، مرحبا بكم جميعا، ويلكم everybody. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي سيما كوك بوك، ورمضان مبارك للجميع. اليوم جبت لكم زوج وصفات، وصفه تاع الكباب اللي تشهيتو انا الجيريان الجيرواز بطريقتي بصح، ان شاء الله تعجبكم. ووصفه ثانيه هي لي كانابي سالي اللي مليحه مام كي تكون عندكم عرضه في رمضان ولا انت بلا بروبوزي وكامل ضيافكم. جو بونس كو سي اون بون ايدي، وخفاف وظراف، وان شاء الله يعجبوكم. تبعوا معايا، ما تنساوش الاشتراك في القناه وترك اعجاب في اخر فيديو. شكرا. دونك ندير الملح وفلفل كحل الاطراف تاع الدجاج تاعي اللي بيان سور سلتهم بيان كامل بالخل والملح، ونحطهم يتغلاو في شويه زيت الزيتون حتى يتحمروا تري بيان، ومن بعد نتابعوا معايا تشوفوا لا سويت. وكي تقلاو تري تري بيان تحمروا زوج جوايه نحيتهم حطيتهم ابار، ونبدا نقلي البصل تاعي اللي حطيت له شويه سمن نص مغرفه سمن. وكي تقلى تري تري بيان نعاود نرجع الدجاج تاعي في لا كاسرول ديالي. دونك كي تقلوا البصل تاعكم سيو تكرطوا مليح هذيك لا كاسرول باسكو فيها لصقت كامل البنه تاع الدجاج اللي قليناه. بيان سور كي دي الكباب لا دي القرفه، دونك حطيت بتي مورسو تاع القرفه وزدت الحميصه بيان سور، واني نمرق او نيفو وين نغطي لو بولي تاعي نزيد شويه باسكو انايا سي با ان كوكوت مينوت، دونك زدت شويه من بعد باش هكا الحميصه لوغا لو طون دو بيان كوير. Thank you.
لا فان شويه فلفل كحل وشويه ملح، ونغطيها ونخليها تطيب بعقلها حتى وين تنقص لاصوص تاعنا. دونك كي طيب الدجاج تاعنا والحميصه، نحطو جو ريكيبير الدجاج ديالي باش نحطو او فوغ يتحمر شويه. انا حمرتو شويه زياده باسكو هكذا نحبوه. وفي لاصوص هذيك اللي قعدت لي حطيت كميه من الزيتون الفيولي البنفسجي اللي عنده ذوق ان بو مميز على الزيتون الاخضر. وهكذا يا تبعوا معايا كي نحط لي فخيت لداخل، وهذا ما كان. بيان سور العقدة تاع الكباب اللي حطيت فيها ان فرونتيي بيضة كاملة مع المعدنوس وشوية فلفل كحل شوية ملح وعصرة تاع القارص، وباش نعقد بها الكباب ديالي. بيان سور تحمر الدجاج وعاود رجعتو، وان شاء الله يكون عجبكم الكباب تاع سيما، وجربوه ورجعوا لي الخبر في لي كومونتير. فوالا اي فوالا. سو لا دوزيام بروبوزيسيون تاع العشاء تاع اليوم، فوالا سي خديت الخبز تاع التورتيا وابيك لومبورت بياس هذاك قطعت دي بيتي روندال. ما عنديش ان بورت بياس بلو غران، دونك سي فوزون افي قطعوا دو بلو غران بلو غران سيركل وحطوهم ان سول سيركل بار ترو، اي باش هكا تجيكم اون اسيت كومبليت. مي الا ما عندكمش ديرو كيما انا سي اون تري تري بون ايدي. دونك جو في رومبلير تو لي ترو ونرجعهم نحطهم في لو فور باش يتحمروا ويشدوا روحهم شويه.
Pour remplir les petites assiettes, donc j'ai opté pour un avocat ou un oignon hamar ou deux tomates. Donc, si vous voulez, vous pouvez, au lieu de l'avocat, vous pouvez utiliser le khiar. قطعوه برك نحولو الزريعه وقطعوه بتي 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 كوب هذا ما كان باسكو لو بوت دو سي ابيتايزرز لو بوت دو سي دو سيت انتري سي لا فريشور. وما تنساوش زيدوا فيها عصير قارص. انا نسيت باسكو لا غالب صيام واش يدير مي سي با غراف ما مالغري هذاك لو كود لا طوماط والبصل جا تري تري بيان. Je pense que les canapés sont une très très bonne idée pour des anniversaires, Hakarda, Rifa ou Kamel. Et puis, les tortillas et les maquis, malgré que je les ai fait bien en avance, il y en a 3 ou 4 heures avant l'Aden, ils croustillent, ils sont croustillants. Donc, vous pouvez les préparer en avance ou tout en avance. Donc pour la déco, j'ai opté à des petites crevettes cuites dans de l'eau salée ou avec du caviar rouge et le caviar noir. Mais la décoration, donc vous pouvez utiliser des olives, le genre de caviar et tout ça, des olives ou là des maïs à casse-fort avec du champagne ou des olives noires, en rondelles ou zitohom ou là c'est tout. Donc la décoration, c'est que vous chaque fois que vous mettez les assiettes à dos.
دونك ندوزو لو دوزيام تيب دو كانابي اللي هو بالخبز تاع التوست. نقطعهم، نقطعلو لي بوغ تاعو غير في الطرف، ما ناكلولوش بزاف من لي بوردور هادوك. وفوق هاد شاك حبة نحطو فوقها الفرماج بلون هذاك سامبل، حطيت واحد فيه الفرماج بلون سامبل مع لوتر بياس نحط فيها. انا كان عندي الحمص هذاك واجد، الحمص واجد كان اي بي سي واورانج هكا شباب. دونك نتوما الا ما عندكمش الحمص تقدروا تيتيليزي لو فرماج بلون، زيدوا له شويه هريسه وخلطوهم باش بوغ افوار اون كولور شابه، ولا بابريكا زيدوا له البابريكا. و لو بوت سي جوست بوغ افوار لي كولور تاني داخل الخبز ويكون رطب. Ou je le mets dans du papier plastique, plastique, bredaï, ou je le mets dans le congélateur pendant 5 ou 10 minutes. Je vais le mettre dans le congélateur pour que je le mette facilement. كيما لو دوزيام ساندويتش نعيط لهم دي بيتي ميني ساندويتش، درت له لو فرماج هذاك تاع لي زيرب. Donc ça va très très bien, t'as un goût super. تاني بور لا ديكو زدت من الفوق ان تي بو دو فرماج بلون باش يلصق فيه هذيك الجوزه اللي حطيتها. وانتم تقدروا تاني تستعملوا كيما انايا، يا ديروا تاني زيتونه، انا من محبين الزيتون بكثره، زيتون نحبه بزاف بزاف. دونك حبه زيتونه ترشقوها افيك اون دومي طوماط سيريز ان كوردون، ولا اكو تعرفوا كم نعرفوا ديكوري ولا لا لا. فوالا هادو هما لي دو بروبوزيسيون تاع الفطور تاع البارح اللي درناه. ان شاء الله يكون عجبكم، ونخليكم مع لا بريزونطاسيون مي بلان. وعلى هذا نقولكم صحة فطوركم، واترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.